دكتورة ورود، أنا عايز أسألك على حاجة، على موضوع قشر السمك البلطي اللي هتستخدميه في الضمادة ده. أنا كنت قبل كده يعني سمعت كده زمان يعني عن في أبحاث كانت بتحصل في البرازيل عن علاج للحروق من خلال استخدام قشور السمك. بالظبط. دي نفس الفكرة ونفس أنواع السمك ولا دي حاجة مختلفة؟ هي يعني المشروع، بس عشان أوضحه عشان ما يبقاش فيه لخبطة، هو أنا مش هستخدم قشر السمك البلطي، أنا بعمل تركيبة أو ضمادة متكونه من الحاجات اللي اكتشفوا ان هي السبب الرئيسي لفعاليه قشر السمك البلطي. وزي ما حضرتك ذكرتي كده بالظبط، هم من اشهر البلاد اللي استخدمت قشر السمك البلطي البرازيل فعلا، وكانوا بيستخدموه لان هو اثبت فعاليه عاليه جدا، انه بيرجع، لان يعني دايما للاسف الحروق اللي هي الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه مهما حصل التئام عمره ما بيرجع الجلد بالشكل الاساسي بتاعه او الطبيعي بتاعه. فهم اكتشفوا ان هو في بعض الفيتامينات والبروتينات المخصصه جدا اللي بتساعد على التئام الجروح وبترجع الجلد للشكل الطبيعي. بس المشاكل بتاعته ان اولا عشان احنا بنتكلم على قشر سمك، فبيعدي بمراحل طويله جدا ان انت تنقيه وتوصله للمرحله اللي يقدر الدكتور يستخدمه عشان يحطه على المريض، دي اول حاجه، فبتبقى مكلفه جدا. تاني حاجه طبعا اللي تعرض لحروق بيبقى عنده مشاكل نفسيه بسبب الحادثه اللي تعرضت له، فان انت كمان بتقوله ممكن الحالات توصل انه يقعد يتعالج لغايه سنه، فانت كمان بتقوله انت هتقعد سنه محطوط على جسمك قشر سمك، فهو نفسيا هو عايز يعزل نفسه. مده طويله ان هي تبقى حسب بتوصل لسنه. فطبعا هو اصلا عازل نفسه بسبب المرض او الحادثه اللي حصلت له، فانت كمان بتقوله انت هتعزل نفسك ومش هتعرف تعرض نفسك للناس اصلا انت ماشي بقشر سمك. وكان لازم يبقى دايما بيتعالج سريريا او في طبيب مختص هو اللي يقدر يتعامل بالشكل دوت او يقدر يحطها له ويغيرها له. فكانت الفكره ان انا عايزه اعمل ماده تركيبه بتحاكي نفس الفعاليه دي، وفي نفس الوقت يبقى سهل للمريض انه يفضل سايبها على جلده او يغيرها لنفسه، ويبقى قادر يتعامل مع المجتمع وينزل اللي هو فتره علاجك ده. مش معناه انك هتفضل في السرير، بالعكس انت ممكن تتعامل مع الناس وتسيب فرصه لمريض اخر انه يتعالج لو حالته حرجه اكتر. فهي ببساطه هي عباره عن مواد بوليماريه بس برضو فيها مسام نانومتريه، وجواها الفيتامينز والبروتينات اللي معروف عنها الكفاءه اللي موجوده في قشر السمك.